ورجعنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ومشرفونا دلوقتي الدكتورة سعاد صابر، المدرس بكلية الآداب جامعة المنصورة، أدب عربي حديث، وحديثنا هيكون عن القراءة، أهمية القراءة بالنسبة للأطفال، وإزاي ممكن تنمي عندهم مهلكات ومهارات كتيرة جدا. على رأس الملكات دي مهارة القراءة، مهارة اللغة، مهارة التعبير عن نفسهم، طبعا القدرات على التخيل، القدرات على الابتكار، حاجات كتيرة جدا 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 ممكن يتعايش معها الطفل وهو بيتعلم القراءة أو بيقرأ. برحب بحضرتك معانا دكتورة سعاد، وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا النهاردة. أهلا وسهلا فندم وجمهورك. النهاردة هنتكلم زي ما قلنا كده عن القراءة وأهمية القراءة للأطفال. خلينا نقول إنه يعني القراءة يعني أكيد شيء ما فيش غنى عنه لأي إنسان، وما فيش حد يستطيع إن هو يعيش بدون ما يقرأ. القراءة بتنمي ملكات ومهارات كتيرة جدا. القراءة ممكن تخلي الإنسان يعني في منطقة تانية خالص، ممكن يقرأ في صحيح. مجالات كتيرة ومجالات مختلفة. خلينا نقول إن اهتمامات الطفل بالقراءة كمان بتبان في المراحل الأولى من العمر، والأسرة والأب والأم عليهم دور كبير جدا إن هم ينموا المهارة دي. طيب نبتدي الأول نقول كده، يعني أكيد كل الناس عارفة بس احنا بنفكرهم، إيه هي أهمية القراءة؟ هو أول آية نزلت في القرآن الكريم اقرأ، وكان الاهتمام بالقراءة في كل العصور. مش لازم أكون بقرأ وأكتب بإيديا، ممكن يقرأ عليا حد يمليني أو حد يسمعني قصة حلوة، رواية، حدوتة. دي كنا احنا متربينا عليها ونشأنا من زمان جدا، وخصوصا العرب قديما كانوا كل حياتهم شعر، وقاعدة في سوعكاز، والحياة القديمة ليهم كانت كده. كان بيسمع روايات، بيسمع قصص، فأثر في الطفل العربي عموما والطفل المصري خصوصا، ان هو ابتدى دايما يكون مستمع جيد جدا لوالده او والدته، خصوصا لما يكون القصة قدامه متداولة على الرف في البيت، متداولة قدامه، شايف كتب كتير، فبيبقى متأثر جدا ان هو شغوف انه يقرأ. وكمان بيبقى فيه تشجيع نفسي او معنوي او مادي كمان. انت قريت النهاردة، انت سمعت النهاردة، طب احكي لي حدوتة، طب هي عيدها تاني. ده الأسرة وإزاي بتقدر تأثر في البيت والطفل إن هو دايما يكون مستمع جيد أو قارئ جيد. طبعا السن طيب ودي حتى مختلف. مهمة. هي دكتورة سعاد، يعني فكرة ان احنا نخلي الطفل قارئ جيد ومستمع جيد دي ملكة بتتنمى كده مع الطفل، زي ما بننمي فيه مثلا القيم الأخلاقية، زي ما بننمي فيه مهارات كتيرة جدا. ازاي نحبب الطفل في القراءة؟ ممكن يعني نقول كده بعض الملاحظات البسيطة اللي ممكن اي ام واب شايفين حضرتك دلوقتي من خلالها يقدروا يخلوا اولادهم يحبوا القراءة. هو بيبقى مستمع جيد انه بيحكي حدوته، واحنا عايشين مثلا في بيت عيله كبير، او جدتي حصل لها كذا وعمتي حصل لها كذا، التوارد القصص والحواديت، انه هو بيبقى عايز يعرف ايه اللي بيحصل، طب وبعدين، طب حصل ايه بعد كده، طب حصل لها ايه، طب حصل له ايه، طب سافر، طب رجع. كل المعلومات دي بيبقى متشوق جدا. حته ان هو يكون مستمع جيد فيخليه يصبر على انه يسمع المعلومه، يسمعها مامته بتقرا له او والده بيقرا له او جدته، حتى بيحس ان هو مستمع جيد، يعني شايف حاجات بتحصل، احداث، شخصيات ممكن ينام ويحلم بيها. فانا بكافئه بقى ان انا بقول له طب احنا فتنا لغايه فين امبارح، طب سمعت لغايه فين، طب وصلنا لغايه فين، اه طب صلي على النبي بقى صلاة وسلام. وخير الكلام، اه بالظبط كده. كلها تربينا على فكلنا النبي، صلي افتكرنا، على النبي ايوه على طول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاه ونبدأ نحكي والسلام، حاجات كان يا جميلة مكان كده. وساب العصر وان، دي كانت تفتكري دايما حضرتك كاريزما. برنامج غنوة حدوتة للإعلامية القديرة الراحلة الأستاذة فضيلة توفيق، كان من ماما طبعا قبل فضيله قبل طبعا، فضيلة، كانت بجد من الحاجات اللي ممكن جيل كامل اتربى عليها، وقد إيه الحدوتة والصوت والأداء والكلمات اللي جوه الحدوتة اللي طبعا كل الأطفال اتربوا عليها، وبقت عندهم ملكة اللغة الحقيقة من البرنامج ده. ده حقيقي. وكناش بنعدي الا لما نروح، لازم قبل ما انزل المدرسه سامعه وشايفه الصوت ازاي، وانا متخيلاها اصلا، انا كأن ميديا قدامي شغاله قبل التلفزيون وقبل القصص والروايات. تأثير طبعا التلفزيون بقى اكبر بكتير جدا من الروايات، هنقول بعد كده، لكن برضو هي يظل الراديو ليه تأثير طبعا ساحر في وقت يعني من في الاوقات الوقت ده. الوقت فكان الام بقى لما بتفتحه، حتى هي ممكن ما تعرفش تقرا وتكتب، بس هي سامعه القصه وبتحكيها، طب هتعمل زي فلان اللي عمل كذا وكذا وكذا، ما ينفعش. تقطيع الصوت، فاكره حضرتك بالظبط، صوتها جميل جدا قبل وكان فضيله كانت تقطع شاعر. الصوت ازاي؟ الحقيقه عندنا حاجات دلوقتي برضو يعني ممكن تكون تكنولوجيات حديثه توفر نفس الفكره، وبرضو تنمي مهاره القراءه من خلال اليوتيوب او من خلال القصص المقروءه اللي ممكن الطفل يعني الام تشغله ويسمع القصه بصوت حد. الحاجات دي يعني عايزه اقول احنا ممكن ننمي ملكه القراءه
ورقيا، وممكن ننميها كمان من خلال التكنولوجيا. ده حضرتك حقيقي. شايفة ان ممكن نعمل ده مع اطفالنا؟ اه طبعا جدا. كانت كمان سمير عبد العزيز قال الفيلسوف كان لي صديق فيلسوف في ايوه اقوال طبعا حما شاء، يعني انا حافظه النص من حافظة مش حضرتك ممكن المقدمة بالظبط. علشان خاطر ده اللي اتربينا عليه وشفنا ازاي هو مؤثر فينا، وبدانا اللي احنا دلوقتي بنقعد نقول الادب العالمي عمل واخدنا منهم وخدوا منا واثر فينا وتاثرنا بيه. طيب احنا كنا فين بقى من الاول؟ فعايزين نعرف ده تاثيره ان هو نشا وسمع. طب في تأثير تاني أشد شوية، هو التلفزيون الميديا، يعني بيتفرج على كرتون كطفل في مراحل مثلا سنه، طفل عنده مثلا من 4 ل 6 سنين هو مش بيقرا، حد بيقرا عليه او بيتفرج عليه كرتون، اجي اشوفه طب ده ايه ده، ده كلام ده باتمان بيطير، هو بيطير فعلا، هو عنده جناحات، هو الانسان بيعرف يطير، لا ده مش حقيقي، ده مش صح، اوعى تعمل زيه. بعد كده بشوف التأثير الحاجات الأدب العالمي مثلا عليه، تأثير القصص الكبيرة زي مثلا هاري بوتر، طفل عنده سحر أسود، إزاي إن هو بيبقى متربي في أسرة أب وأمه والمشكلة بتاعتهم، وإزاي إن هو بيتخانقوا مع بعض ويتصارعوا مع بعض، ده حاجة شريرة جدا سيئة جدا احنا شايفينها قدامنا، بس انا ما اقدرش ان انا اغيره، هو ادب عالمي. فبس ادي بقى لابني تعالى، طب انت عايز تبقى زي هاري بوتر، طب ينفع نعمل كده، طب ينفع نتكلم كذا، لا مش هينفع. طب حضرتك فتحتي نقطة مهمة جدا يعني، ولازم الحقيقة فعلا كل أب وكل أم هم بيعلموا أولادهم مهارات القراءة وملكات القراءة. إذا كان عندنا حاجات من الأدب العالمي، هي مش كل حاجة من الأدب العالمي المفترض إن الطفل بياخدها زي ما هي، وإحنا بقى بنفرجه على حاجة زي ما حضرتك ذكرتي مثال هاري بوتر، فطبعا في حاجات فيها أو يعني فكرة الفكرة نفسها اللي قائم عليها قتل المغامرات والمحاولة مش فكرة ظريفة أبدا. فده صحيح. يقول إن إحنا حتى وإحنا بنعلم أولادنا تتفرج على ادب مكتوب اتحول لمسلسلات لافلام لمغامرات لحاجه زي كده، برضو بنختار قنوات الكرتون، لازم بنختار الكرتون اللي الطفل صحيح. بيتفرج عليه. يعني كل الوسائل دي كويس قوي ان احنا نوريها لاطفالنا، لكن مهم واحنا بنفرجهم ان احنا نختار لهم بشكل جيد. ده صح. يحصل ازاي؟ شايفه حضرتك ان في يعني معايير معينه كده او حاجه بسيطه كده ملاحظات لازم تبقى الام مركزه جدا فيها وهي بتعلم ولادها ازاي يتفرجوا على الكرتون او الافلام او الحاجات دي؟ طبعا انا ما بسمحش لاي روايه تدخل البيت او حتى فيلم، يعني فيلم دهب مثلا قصه بنت تاهت وابتدت تتعلم السرقه وبعد كده اهلها لقوها، فيلم قديم قوي بتاع بتعرفي انور القصة. واجدي، فكانت يعني حاجه مؤثره فينا وكلنا وبنفرح بيها ونشوف ان الطفله الحمد لله رجعت وبقت كويسه. طب ما ده من الادب العالمي اصلا، يعني الروايات ديت اساسا معموله من الادب العالمي، هو واخد جزء منها وعملها ميديا. طبعا انا ما بقارنش حاجه بحاجه، طبعا ممنوع ان انا اقارن ميديا بادب التكست الاصلي او الروايه الاصليه، لكن هي اقتباس، خد فكره حولها الميديا، اثرت في العرب، اثرت في الطفل المصري، طيب هي تاثيرها جاي منين؟ فلازم ابقى عارفه واسمح بقى بوجود وتداول هذه الروايه في البيت او لا بعد ما يكبر. لا ما ينفعش القصه دي تكون عندنا، ما ينفعش ان الادب يكون مكشوف، لا خلي الحاجات اللي هي على قد سنك، نراعي جدا سن الطفل. موضوع السن ده مهم قوي دكتورة طبعا سعاد. يعني الحقيقة امتى تعلمي الطفل يبدأ يحب القراية؟ ممكن ده سؤال أكيد حضرتك بتسأليه كتير. ده من هو صغير خالص، ده هو ممكن في بطن الام بتفضل هي بتبقى نفسي اشوفك كذا ونفسي اشوفك كذا، هي تتكلم بتكلمه وهي في بطنها، تتكلم بتحكي معاه كانه هو موجود اساسا، وهو سبحان الله يعني هو ممكن يكون حاسس بيها، لسه ما نعرفش القصه دي، بس ربنا سبحانه وتعالى حاسس بالام قد ايه فرحانه بطفلها، حاسة السمع من بس الحواس الأولى اللي اقوى بتمنع حس الجنين اقوى يعني. الحواس ده حقيقي. وبعد كده بتبتدي انها لما يكبر بتبتدي تحدي له حدوته، حد من اهله وباباه جدته وجده، بيحس ان هو فرحان ان هو بيقول له حاجات كتير، عايز يعلمه كل حاجه في وقت واحد، فبيبقى الطفل متشوق جدا، ها طب احكي، طب قول، طب حصل ايه، طب مش حلو هقول لك صلي الجزء الاول ده. بعدين هقول لك، لا اعمل كل حاضر واطلب الساندوتش حاجة. كله، كل الساندوتش ده كله بعد واشرب لبن وبعدين هحكي لك بقيه الحدوته بتقول كذا. طب كويس ان احنا برضو الجزئيه دي مهمه ان احنا بنختار برضو بنحكي ايه لاولادنا. يعني طب يمكن جاي برضو في جيل اتربى على حاجات مرعبه من 44 اها ورجل مسلوخه والحاجات دي. الحقيقه معلش ده كان وقت يعني الجدات وكده، يعني ما وما كانش زال فيه فكره ستيل وما زال ان احنا نختار الحاجه اللي. لكن مهم قوي ان احنا واحنا بنحكي نختار الحاجه اللي فيها قيمه اخلاقيه، اللي فيها قيمه التعاون، فيها قيمه يعني احترام الاخر، الحاجات دي كلها مهمه جدا. بلاش بقى خلينا بقى ننسى شويه الحاجات اللي احنا يعني ايه برضو احيانا كده كان في حاجات برضو غريبه الجدات والناس الاكبر بيحكوها. فحضرتك شايفه مثلا ان احنا يعني ايه نوعيه الحاجات المفروض الطفل يسمعها من صغر سنه؟ الحاجات اللي فيها نشأة دينية، فيها طبعا نشأة تعاون، فيها اهتمام بالآخر، ان انا اساعده، ممكن طفل معاق اقول له ازاي طبعا اتعاون معاه، ازاي اتعلمه، اجيب له مثلا قصة الايام بتاع طه حسين،
اي طفل خفيف وبيحفظ القرآن الكريم كده، اخد الجزء الايجابي وبصرفها الايجابي، كمان على قد سن الطفل الجزء وابدا الايجابي. اوصله طب انت لو الفكره. حصل لك كذا هتعمل ايه؟ يعني اديب عالمي زي طه حسين، طب كفيف انت حصل له ايه؟ طب ما هو حفظ القرآن الكريم. احسن القصص مثلا قصة سيدنا يوسف، لما انا احكيها على طفلي طبعا ناحية دينية وكمان ممتعة وشيقة، وطفل اترمى فيها في احداث البير كتيره واخواته جدا، فيها احنا طبعا فيها مش تحمل وفيها صبر. بالظبط كده، واحنا لا احنا نشوف اخوك بيحبك ازاي، عمره ما هيرميك في البير زي يوسف، انت كويس واحنا كويسين، بديله الجانب الايجابي في حياته، حتى لو عايش فقير، حتى لو عايش في قرية، في مكان، بقول له لا لا، هي القصة مش قصة فلوس وغنى وفقر خالص خالص، هي قصة ان انت مبسوط وسعيد في الحب اللي احنا بينا والتعاون والترابط، ان احنا ناس مبسوطين وكويسين. فده بتديله من القصص دي، وان هو قد ايه يكون انسان كريم، وانه ما يأس. يعني بعد ما اترمى في البير سيدنا يوسف، طلع بعد كده وحكم مصر وبقى فيه أصبح خير عزيز كبير جدا، مصري، صحيح. تمام، وبعد كده البلاد اللي حواليه بقت تاخد من خير مصر، وبعدين اخواته رجعوا له، ووالده ووالدته 12، يعني عرق الشكل صورة مرسومة قدامنا من القرآن الكريم، فجزء كبير جدا من القصة محكية في القرآن الكريم، يعني في قصص قرآني كتير جدا في كتير احنا جدا الحقيقة، يعني قصة عندنا سيدنا موسى، قصص النبوي قصص وقصص سيدنا موسى برضو، يعني تمام في أجزاء كبيرة جدا في القرآن، قوم عاد، يعني في حاجات كتيرة جدا فعلا ممكن نحكيها نقراها عليه ونتعاطفها مع قصة ويبقى سيدنا مريم سيدة طبعا مريم موجودة برضو جميلة في جدا جدا، القرآن يعني الكريم. يعني جميلة جدا، من القصص اللي يخلينا مستمتعين، وكمان بديله دافع ان هو مفيش يأس، وان ربنا سبحانه وتعالى هي ممكن يختبرنا ويبلينا ويبتلينا، وبعد كده بيبتدي ان هو يندم على العسر يسرا، وان في دايما في امل، وفي امل جامد، يعني لا احنا اكيد يا كويسين دكتورة، جدا. اكيد يا دكتورة طبعا. طيب خلينا نقول انه في بعض الاطفال ممكن في الاول تبقى عندهم صعوبات في القراءة، ما عندناش اي مشكلة احنا واحدة واحدة، يعني فكرة ان احنا نقرأ كمان حاجات غير المناهج الدراسية، يعني احنا بنربط دايما القراءة بالتفوق الدراسي او ان هو لازم يكون دراسيا متفوق في اللغة العربية، مش شرط، احنا ممكن ننجحه جدا في قراءة اللغة العربية من خلال ان احنا نقرأ قصص بسيطة او كده، ممكن المناهج الدراسية احيانا في بعض اللغة الصعبة، فلازم احنا في البيت نكمل قراءة بالسهل لحد ما نوصل برضو لمستوى الكتب الدراسية. شايفة انه ده برضو بيدعم جدا مادة اللغة العربية حتى في الدراسة. طبعا انا وانا طفله كان في الكتاب اللي هو ميكي وسمير، الروايات اللي مجلات انا الأطفال المشهورة طبعا طبعا كلنا. كنا بنتداولها مع بعض، انا اخدها وبعدين اقراها عشان هي غاليه بديها لك، وبعدين تديني واحده أيوه تانية ونبدل مع لا ده في بعض، مرحلة خدناها كتير دي، جامده جدا. مرحلة كلنا تبادل اتربينا على الحفظ ده. دي والألغاز بقى والحاجات دي جميل كلها. بالظبط كده. فدي من الحاجات اللي خلتنا مستمتعين جدا، ان احنا نحترم الورقه والقلم، وان احنا الورقه دي ممنوع نكتب عليها، ودي قصه، ويعني ان انا هديها لك امانه، هحترمها جدا وتبقى نظيفة جدا. نظيفه جدا، بالظبط كان في كده، استعارة وهديها من لك المكتبات، مش عارفة لسه لسه الاستعارة موجودة؟ موجوده أيوه طبعا المدارس، بس الحمد لله يعني في فعلا في كل مشروعات والله كمان في فترة من الفترات كده اتعملت القراءة للجميع طبيعي طبيعي، والمكتبات العامة، 2 جنيه وما زالت الروايه المكتبات و2 جنيه العامة الكتاب موجود لغايه الان، المكتبات موجود في العامة في النهايه كل، العمل يعني في كل الكتاب موجوده. محافظة أعتقد مش أقل مثلا من مكتبتين ثلاثة في كل مكان، يعني أو في المنطقة الواحدة ممكن، أو يعني كل 4 5 مناطق ليهم مكتبة بتخدمه، فمهم قوي إن احنا نعلم ولادنا تروح المكتبة. ممكن السور بعض الناس على فكرة الذكية تصدمها إن احنا وبالظبط نروح المكتبة نعمل إيه، كده، الجيل ده مش الجيل اللي قارئ بيقرأ ولا بيجيل بيروح المكتبة، لا على فكرة احنا لو حببنا له الهواية دي هيروح المكتبة وهيقرأ. أيوه يعني. شايفة يعني ان من تربية مزايا القراءة إيه كورونا عند والعصر الأطفال اللي يعني. احنا فيه والمشكلة اللي احنا فيها، من مزاياها ان ابتدينا نتجمع وابتدينا نتربط، وابتدى ان انا اقرا بقى عندي وقت، ما انا بقتش اخرج طول الوقت، ما بقتش اروح بالظبط النادي، يا ما دكتور، بقتش احنا عندنا وقت اعمل دلوقتي بعض. يعني والاطفال ده اجازه كويس، المدرسه، ويعني الحقيقه الاجازه فعلا مرتبطه بان احنا بنذاكر شويه علشان عندنا امتحانات ان شاء الله 20 فبراير، لكن ان شاء كمان الله عندنا وقت الحقيقه كبير جدا ان احنا يعني نعمل حاجات كتيره، هوايات كتيره جدا، وفي نفس الوقت ما فيهاش اختلاط او ان احنا نخرج بره البيت بقدر المستطاع، يعني نحاول ان احنا ما نخرجش بره البيت. اهم هوايه ممكن الطفل هي تبقى القراءة مفيده جدا تبقى القراءه. أو الرسم والأشغال اليدوية، يعني أعمل حاجات كتيرة جدا بإيديا، بعمل بصلصال، بعمل حاجات، ممكن من القصة نفسها أقول لها طب وريني العروسة اسمها الأرنب كذا، كويس تشكل شكل أرنب، وتحكي الحدوتة بتاعت الأرنب ده، وإن هو بيتنطط والسلحفة صحيح، والأرنب، وابتدي ده سبق مين وما ينفعش ننام، اعمليه بالصلصال وعندنا بقى، بالظبط كده اعمليها بصلصال، ارسميها، بطلع حلو قوي موهبة أخرى من القصة من الأصلية القراءة. اللي هي من القراءة، فابتدي إن أنا أحسسها إنها دي حاجة مهمة ومفيدة، وفي نفس الوقت استمتعتي نفسيا صحيح صحيح وبقيتي نفسيا ريلاكس كده وهادية. صحيح فأنتي والله يا دكتوره، يعني كلام حضرتك مهم جدا، وانا بقول لك برضو يعني الامهات اللي هتقول لك انتوا بتتكلموا يعني انه الاولاد دلوقتي حاجه تانية خالص، كله قاعد على التابلت وكله قاعد على الكمبيوتر وكله قاعد على الموبايل،
احنا اللي عملنا في ولادنا كده، مش عارفه، بس انا why شايفه not؟ انه ان احنا يعني الحقيقه احنا ممكن ننظم وقتهم كويس جدا، وقت للقراءه، وقت الفرجه على التلفزيون، وقت للتابلت، وقت للاشغال اليدويه، وقت للتلوين. يعني بجد احنا نحاول نساعد ولادنا ان هم ينظموا وقتهم مره تانية. يمكن فعلا في فتره كده الاولاد اندمجت قوي مع الوسائل التكنولوجيه ومع الموبايلات ومع الحاجات دي كلها، لكن احنا بايدينا برضو ان احنا لسه صغيرين احنا نرجعهم تاني لموضوع القراءه ده والهوايات حقيقي. اليدويه والحاجات دي كلها. انا شايفه ان التابلت والحاجات دي مهمه جدا وحاجه جميله، يعني انا احنا ما بدخل على قلناش بنك حاجه طبعا. المعرفه وبدخل اسمع، يعني ممكن وانا حاطه السماعه بتاعت وداني ممكن اسمع القصه او الكتاب بيقرا عليا. فالكتب دي اهو اساسا متحوله ل مكتبه يعني صوتيه، الكتاب ممكن فالكتاب يبقى موجود على انا التابلت برضه. بالظبط كده، فانا ممكن العب جيمز وانا متابعه القصه وبتقرا عليا او الكتاب بيقرا عليا وانا بسمع او بلعب، ومفيش اي مشكله، مفيش اي تعارض. يعني انا شايفه ان هو مفيد، بالعكس الحاجات لا انا التابلت بكلم حضرتك والكمبيوتر على استخدام مفيد التابلت في جدا. الالعاب وبس، واستخدام الكمبيوتر الالعاب لا وبس، ده والموبايل تفكير الالعاب وبس، قاصر، لا في يعني تفكير استخدامات كتيره قاصر جدا للوسائل التكنولوجيه زي ما حضرتك بالظبط بتقولي كده. كده. يعني ممكن استغلها كويس جدا جدا، بالعكس انا ما اقدرش يوم يعدي من غير التابلت، من طبعا غير كمبيوتر، من غير دي حاجات مهمه جدا، بقت اساسيات حياتنا علشان خاطر بستفيد منها في المفيد. لكن هقعد مثلا شويه شات واهزر وبعد كده اروح حفله وابتدي مثلا اقرا حاجه واقرا قران، بضيع وقتي في حاجات مفيده ليا انا. انا بحس ان انا ليه ضيعت وقتي كتير قوي على الفيسبوك، ليه ضيعت وقتي 3 ساعات، ليه ده ادمان. لا لا خلاص انا هبطل، انا هقفل وابتدي اسلم على الناس، انتوا كويسين الحمد لله، اطمن على عيلتي والمحيط القصير بتاعي القريب ده وبس، خلاص الدنيا كويسه. تمام. طيب برضو السؤال اللي اكيد بيتسال لحضرتك كتير، طب اولادنا يقروا ايه؟ احنا قلنا بنتكلم على القيم الاخلاقيه، بنتكلم على القصص القراني، كمان في اولاد الحقيقه يعني ليهم اهتمامات اكتر بالادب العالمي، لانه يعني ممكن يكون مثلا التعليم في مدرسه لغات، او يعني في طريقه التعليم هو شويه بيقرا بلغات تانية، انجليزيه او فرنسيه او حاجه زي كده. التغريب بقى يا دكتوره ممكن يحصل لا قدر الله طبعا من موضوع انك تقرا حاجه معتقداتها غير معتقداتك واختلافاتك غير اختلافاتك. برضو لازم نختار كويس قوي واحنا بنختار روايه او قصه للطفل مش من الموروث الثقافي بتاعنا. هو ايه المانع؟ هو انا دلوقتي انا ام واب مثلا بيشتغلوا، ده دكتور ودي دكتوره، سافروا انجلترا مثلا ايوه شغل خلاص، طب هو احتك بمجتمع مختلف تمام. لو انا اصلا عامله له، واخد معاه ولاده دول عمر ست صغيرين. سنين واربع سنين وتسع سنين دولت، لو انا مش عامله لهم خلفيه كويسه جدا عن المجتمع ده وهيتعامل معاه ازاي، وبص وهنا في الولاد مصر كمان ممكن يكون هو طريقة الولاد بيقرأ أكتر لغات، يعني مش لازم فكمان يسافر. مش لازم يسافر. انا بقول لو فرضا ان هو سافر، طب هو احتكاك بمجتمع كبير وجديد عليه وعادات وتقاليد مختلفه، لو انا عم مدياله الشكل الكويس للاسره المسلمه العربيه المثقفه اللي ما ينفعش ان نتعامل مع الناس باسلوب كذا ونتعامل باسلوب حاجه، برضو من الروايات ومن القصص هقدر اديله صفات جيده جدا، هو هيبقى عارف ده كويس بتاعنا وده مش كويس، انا هضطر ان انا ابعده، بس ابقى عارف ان انا ممكن افتح التلفزيون اشوف حاجات انا مش ما ينفعش تكون عندي في البيت، صحيح مثلا صحيح خمره مثلا حاجات زي كده، في حاجات كتيره موجوده في السجاير، في طفل بيشرب سجاير، لا دي مش عاداتنا، دي مش طبعا. تقاليدنا، فانا بوري له ان موجود بس مش ما ينفعش عندنا، فكده يعني يعني ده نوع اهو من التقويم بشكل غير مباشر. حقيقة تمام. دكتورة سعاد وقتنا مع حضرتك انتهى سريعا، لكن بجد سعداء بحضرتك. ايه النصيحة اللي حضرتك تحبي تختمي بيها وقت حلقتنا النهاردة مع كل السادة المشاهدين بيشوفوا حضرتك دلوقتي وحابين ينموا موهبة القراءة عند اولادهم؟ انا نفسي الاسره تدي وقت اطول لاولادها، ولادها الكبار وولادها الصغيرين، يعني خلاص انت كبرت 21 سنه، انت لا انا عايزه تسمعه، اسمع عايز يعمل ايه، عايز يتخرج الصبح هيبقى ايه، عايز اشوفه وهو طفل، ما يبقاش فجاه كده ان انا اقول له خلاص انت كبرت اطلع بره روح شوف شغلك روح في اوضتك، انا عايزاه يسمع ان هو طفل كان في ايدك لغايه ما يتجوز، هو برضه مسؤوليتك، لغايه ما يخلف هو برضه مسؤوليتك، فمن فضلك ادي اهتمام بابنك او بنتك علشان خاطر بالقراءه وبالدين وبالتعاون والحب المصري ده هنلاقي ولادنا احسن ناس ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله. الحقيقه يا رب نشكرك جدا دكتوره سعاد صابر، مدرس ادب عربي حديث بجامعه المنصوره، وكل التوفيق، ونتمنى بجد نشوف حضرتك ان شاء الله مره تانية. يا رب. ميرسي نشكرك جدا، كتير، شكرا. وبنشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده وحديث اتعلم.